يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات هذا الأسبوع، بالتالي هي حلقة غاية في الأهمية. عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، الصعيد المحلي العالمي، وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر استعداداته كمان لمباراة طبعا سيمبا التنزاني، مباراة يوم الثلاثاء. هذه المباراة الهامة جدا، تفاصيل كتير على مدار الحلقة، لكن دايما خلينا نبتدي بأهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا بينا في ترند الأهلي. الفريق يخوض مرانه الأول في دار السلام. أيمن أشرف جاهز لمباراة سيمبا. أما في الترند العالمي، قمة بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي. في ماتشات كتير النهارده في مختلف الدوريات، خلينا نبتدي بالدوري المصري. النهارده مباراه بتبتدي في هذه اللحظات ما بين المقصه ووادي دجله، مباراه اعتقد مؤجله ومباراه مهمه جدا بالنسبه للفرقتين، وهي المباراه الوحيده في الدوري النهارده. اما الدوري الانجليزي ففي اربع مباريات ضمن مباريات الجوله رقم 25 من هذه البطوله المميزه جدا والمثيره في كل الاحوال. ساوثامبتون لعب مع تشيلسي، مباراة ابتدت 2:30، التعادل خلصت التعادل ايجابي 1-1 ما بين الفرقتين. بيرنلي بيلعب في هذه اللحظات مع ويست بروميتش البيون، تعادل سلبي. ليفربول مع ايفرتون، هو ديربي وقمه هذه الجوله في تمام الساعه 7:30 مساء. واخر مباراه النهارده في الدوري الانجليزي ما بين فولام وشيفيلد يونايتد الساعه 10 بالليل. اما الدوري الاسباني، إليتشي لعب مباراه الساعه 3 العصر، خلصت بفوزه على ايبار بنتيجه 1-0. اتلتيكو مدريد هيلعب مع ليفانتي الساعه 5:15، فالنسيا مع سيلتا فيجو الساعه 7:30، وبلد الوليد مع ريال مدريد الساعه 10 بالليل. مباراه مهمه جدا لريال مدريد. مباراه كمان اليوم في الدوري الايطالي، لاتسيو بيلعب في هذه اللحظات، الشوط الاول انتهى مع سامبدوريا تقدم لاتسيو 1-0. جنوا مع هيلاس فيرونا الساعه 7، وساسولو مع بولونيا الساعه 10:45. دي اهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. لكن سؤال حلقتنا النهارده مهم جدا وبيتعلق بنجم واسطوره من اساطير النادي الاهلي، وهو عماد متعب. في يوم ميلاده النهارده بنقول له كل سنه وهو طيب، واحد يعني حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي، وعلاقه حب كبيره جدا جدا ما بين متعب وجمهور النادي الاهلي اللي دايما شايل متعب فوق دماغه، لانه بصراحه الراجل قدم الكثير والكثير للقلعه الحمراء. بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن عماد، وعبال مليون سنة يا رب. طبعا مختلف الصفحات الرسمية احتفلت بعيد ميلاد متعب، بس احنا عايزين طبعا تتواصلوا معنا من خلال سؤال الحلقة النهاردة، وايه هو اهم هدف او اكتر هدف ما تنساهوش لعماد متعب جابه ما بعد الدقيقة 90. هو جاب اهداف كتير جدا في الحقيقة بلس 90، فايه الهدف اللي انت ما بتنساهوش لمتعب في التوقيت ده تحديدا؟ وهناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. صفحات الرسميه كلها احتفلت بعماد متعب، يعني قبل الاهلي الرسميه على فيسبوك، واللي بتقول يرمي ويصيب الاهداف يسعى دوما لتحقيق الانصاف. نحتفل اليوم بعيد ميلاد القناص البلس 90 عماد متعب، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا نجم. طيب خلينا كمان في الجول، واحصائيه مهمه جدا لعماد متعب واحصائيات متعب كتير وبطولاته اكتر مع النادي الاهلي. قال لك في عيد ميلاد القناص عماد متعب ال 8 والله لسه صغير كابتن عماد متعب بصراحه، 32 بطوله في مسيره الهداف متعب، نجم منتخب مصر والاهلي السابق. يعني عد بقى كده معانا الدوري المصري ما شاء الله 11 مره دوري، متعب جايب 11 دوري مع النادي الاهلي، عدد كبير قوي. كاس مصر 3 مرات، دوري ابطال افريقيا 5 مرات، عدد كبير برضو. السوبر المصري 6 مرات، السوبر الافريقي 3 مرات، امم افريقيا مع منتخب مصر 3 مرات، الكونفدراليه مره واحده، وكان طبعا هو نجم المباراه النهائيه في الكونفدراليه عماد متعب. كل سنه وهو طيب وعمال مليون سنه. هو دايما بيبقى ملك التسعين، هو دايما اللي بيجيب اهداف النادي الاهلي في التوقيت ده تحديدا، ومش بس التوقيت ده، على مدار يعني دقائق المباراه بالكامل عدد كبير جدا من اهداف عماد متعب مع النادي الاهلي ومع المنتخبات الوطنيه، ونجم كبير جدا. نفسنا نشوف مهاجم بيمشي بنفس الخطى وبنفس المسيره الرائعه لعماد متعب. نروح نشوف الفيديو ده لمتعب، يلا بينا.
من مواليد منطقة الجزاء عماد متعب ويحط الأهلي في المقدمة. رجل اللحظات الأخيرة، متعب اللحظات الأخيرة، وجنع الكرة المصرية عماد متعب، متعب كبير الهدافين في الوقت الضائع. عماد متعب وهدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع. خدنا طبعا دلوقتي على الدقيقة الأولى، وحكم اللقاء مراد الدعمي ادانا ثلاث دقايق. اوبا هدف التعادل. مشهد محمد على الأرض، حلوة لعماد، لسه منطقة الخطرة عماد. يا ولد يا عماد الدقيقة 49 يروح عماد متعب في الجول ويحرز الهدف الثاني على طول للنادي الأهلي في الدقيقة 49. عبد الحميد حسن خطرة متعب، هوبا جوه الجول عماد متعب. يا على خطرة وتلعب مرة ثانية. وادي الكرة العرضية وادي هدف. على طول بتلعب لكريم بامبو، وبامبو عرضية ومتعب، ومتعب جول. هذه هجمة أهلاوية، كورة عرضية، خلصت يا باشا، خلصت يا باشا. مع الشمال صبري، هوبا صبري هوبا. توصل لعبد الله وادي جول جول. عماد متعب العدام الخلاص جلاد الحراء. أنا بيعجبني في عماد متعب دايما بصراحة إن هو بيبقى حريص أشد الحرص على إظهار في كل مناسبة مدى حبه وتقديره واحترام الجمهور النادي الأهلي، فبالتالي عشان كده النادي الأهلي بيحب عماد متعب جدا، وعشان كده العلاقة قوية جدا ما بين الأهلي وعماد متعب. نتمنى الله يمتعنا. عندي أخبار كتير جدا تتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته بخصوص مباراة سيمبا يوم الثلاثاء، مباراة مهمة جدا، مباراة الساعة 3 بتوقيت القاهرة، لأن لغط كتير جدا حصل بخصوص موعد اللقاء، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. عندي تفاصيل مهمه، بس قبل ما اتكلم في هذه التفاصيل عايز اتكلم عن قصه النادي الاهلي، وان في ناس دايما بتحاول تضع عراقيل في مسيره النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا دور المجموعات بشكل ممتاز، فوز على المريخ بنتيجه 3-0 باداء كمان اكثر من رائع في الحقيقه، لكن البعض يعني مش عاجبه الكلام ده، يعني في ناس كده ما بيعجبهمش الاهلي يبقى كويس او الاهلي يبقى الدنيا بالنسبه له ماشيه بالشكل الامثل يعني. فقال لك ايه، تعال نركز بقى شويه على موضوع كهربا والمشاده اللي حصلت مع لاعب المريخ، وطبعا بعد ما في صحيفه في السودان قالت ان في شكوى هتتقدم من المريخ في كهربا، وانه قال كلام عنصري وكلام طبعا لا يمت بالواقع بصله يعني في الحقيقه خالص يعني. فعندنا هنا شوية البعض يعني بيحاول يركز على الجزئية دي ويحاول يحط عراقيل في مسيرة النادي الأهلي، وكلام غير منطقي إطلاقا، وده أمر غير مسموح. لو جينا نتكلم على علاقة الدولتين ببعض مصر والسودان هنحتاج أيام عشان نتكلم في الموضوع ده. علاقة أكثر من رائعة ومميزة وهتفضل ممتازة ما بين البلدين. لما تيجي تتكلم على علاقة ما بين الأهلي وأندية السودان سواء الهلال او المريخ هتفضل برضو علاقه مميزه، ومفيش اي حاجه ولا حتى خبر هيعكر الصف العلاقه دي ما بين الفرقتين يعني.
او ما بين الاهلي واي نادي سوداني، فده امر غير مسموح به في الحقيقه، وهتفضل العلاقات مميزه. البعض كمان حاول يستغل ان كهربا في القصه، وان مثلا المشاده دي حصل، ودي حاجه طبيعيه بتحصل في الملعب، يعني اتنين بيشدوا مع بعض او اي حد، بتحصل في كل ماتش على فكره، في اي ماتش بتتفرج عليه سواء هنا او في اوروبا او في اي حته بتلاقي فيه مشادات بتحصل، طبيعي يعني شده ملعب. لكن الناس بتستغل موجود وكيل شويه مع كهربا، فلازم نكبر القصه شويه، والناس بقى تانيين بيحاولوا ان هم ايه يعني يعملوا مشاكل للنادي الاهلي في البطوله، وقبل ما النادي الاهلي يروح يلعب في السودان النادي الاهلي هيروح الامور هتبقى اكثر من طبيعيه، العلاقات دايما ممتازه وجيده. انا عايز استشهد بتصريحات السيد عمر محمد عبد الله عضو مجلس اداره المريخ السوداني لما كان متواجد مع البعثه هنا في القاهره من اسبوع او اقل، واتكلم عن العلاقه الممتازه ما بين الاهلي والمريخ. تعال نشوف تصريحاته ايه ونرجع مره ثانيه. الامر ليس بمستغرب، نحن نشرب من نيل واحد وشعب واحد، فرقت بنا دواعي استعماريه، فنحن شعب واحد نفرح لفترتنا في مصر ونحزن لحزنهم. كانت فرحتنا كبيره بنيل النادي الاهلي المصري هذه الميداليه البرونزيه في بطوله انديه العالم، وقررنا في مجلس اداره نادي المريخ ان نكرم النادي الاهلي بدرع فرحه منا بهذا النصر الذي حققه للعرب وللافارقه. قال لك ايه؟ شعب واحد وجمهور واحد، وبنفرح لفرح الاهلي وبنزعل لزعل الاهلي، ونفس الكلام جمهور الاهلي فرح المريخ او نادي الهلال وبيزعل لزعله. العلاقه دايما ممتازه ما بين الشعبين وما بين الجماهير وبعضها. لما بيحصل بعض الحاجات الوارد بيبقى في كره القدم يعني، لكن في ناس عايزه تاخد القصه في اتجاه ايه؟ فاكرين الازمه بتاعت مصر والجزائر المنتخبات اللي حصلت قبل كده في 2009 في تصفيات كاس العالم؟ الناس عايزه تاخد الموضوع في الاتجاه ده، فمش هنديهم فرصه في الحقيقه، هتفضل العلاقات ممتازه ما بين الشعبين. خلينا نتكلم شويه في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في رحلته مهمه جدا مع فريق سيمبا. كسب المباراه الاولى فيتا كلوب هناك في الكونغو بنتيجه 1-0، فبالتالي مباراه غايه في الصعوبه انت هتلاعبهم على ملعبهم. اتكلم في بعض الاخبار دي، طبعا لقطات بتتعلق بسفر الفريق لتنزانيا، ووصلوا امبارح بسلامه الله وبيستعدوا من خلال تدريبات اليوم او اولى تدريباتهم استعدادا لهذه المباراه. افكر حضراتكم بقائمه النادي الاهلي لهذه المباراه واللي سافرت مع الفريق: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء في حراسه المرمى، احمد رمضان، بكم، وياسر ابراهيم، وبدر بنون، ورامي ربيعه، سعد سمير، ايمن اشرف، محمد هاني، محمود وحيد اللي عمل المباراه الاخيره بشكل ممتاز في الحقيقه امام المريخ. دول في خط الدفاع: اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه، وكهربا في الوسط، ومحمد شريف، ومروان محسن، ووالتر باليا في الهجوم. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه المباراه. النهارده كان في مسحه طبيه بعثه الاهلي استعدادا لمواجهه سيمبا التنزاني، وده في اطار البروتوكول المتبع قبل اي مباراه افريقيه، ده بيبقى امر طبيعي، وان شاء الله باذن الله الكل يطلع عينته سلبيه. لكن في كل الاحوال في تدابير احترازيه لمواجهه كورونا في تنزانيا، رغم عدم اعتراف الدوله هناك بالفيروس نفسه، يعني هم بيتعاملوا عادي ما فيش اي مشكله، بدليل ان هيبقى في جماهير في المباراه 30,000 تقريبا في الملعب. لكن الدكتور احمد ابو عبله في الحقيقه رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي فرض عدد من التحذيرات والاجراءات الوقائيه على بعثه النادي الاهلي، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. طب خلينا نروح لمداخلة غاية في الأهمية في الحقيقة مع معالي السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا، واللي في الحقيقة بيقوم بمجهودات عظيمة جدا جدا لاستقبال بعثة النادي الأهلي ولمساعدة الفريق في هذه الرحلة الشاقة. معالي السفير، برحب بحضرتك، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا كابتن امير بحضرتك وضيوفك الكرام ومشاهدي قناتك. اهلا وسهلا بحضرتك، طبعا يعني مجهود كبير جدا حضرتك بتبذله، واستقبال كان جيد واكثر من رائع في المطار امبارح. عايز اتكلم على كل الاجراءات اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي هناك في تنزانيا. الحقيقه انه يعني قبل وصول بعثه النادي الاهلي لمطار جوليوس نيريري الدولي بدار السلام، كان في تواصل مع رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي السيد محمد الضباط،
والمدير الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص كافه الترتيبات المطلوبه فيما يتعلق بالاقامه والانتقالات والاستقبال في المطار والملاعب الخاصه بالتدريب، سواء تدريب على الملاعب الفرعيه او اللي هو البيت الرئيسي على ملعب المباراه بنجامين مكابره. والحمد لله يعني اكدنا مع تواصلنا مع اتحاد كره القدم التنزاني ومع نادي سيمبا الرياضي للتاكد من كل طلبات النادي الاهلي تم الاستجابه ليها بشكل كامل، وحتى كان في تيم من السفاره قام بتفقد الملعب للتاكد من يعني صلاحياته انه مطابق للمواصفات، وكان في تيم كمان موجود في المطار قبل الساعه للتاكد. يعني المطار تقريبا كان يعني عاده بالليل ما بقاش في عدد كبير من الضباط موجودين، فكان في طقم كامل. الاجراءات تمت بيسر وسهوله شديده، والحمد لله في فتره يعني زمنيه قياسيه كان موجود الفريق وصل لمقر اقامته. احنا دائما حريصين على كده. الحقيقه برضه حابب اشير لان كابتن محمود الخطيب يعني رئيس النادي تواصل معايا قبل وصول الفريق بحوالي ساعه او ساعتين، ياكد مره ثانيه على يعني ان كل الترتيبات والاجراءات تم التاكد منها، و تمام يعني ادى دعمه الكامل طبعا للفريق ان شاء الله، ويعني تطلع طبعا من جماهير الكره سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير المصريه كلها، لان الاهلي هنا ممثل مصر مش بس يعني النادي الاهلي طبعا يعني بصفته فقط. فان شاء الله باذن الله يعني املنا جميعا ان يحقق فوز كبير لا يعادل صدار طولي المجموعه باذن الله. طب عايز اطمن بشكل اكبر كمان على الاجراءات الابنيه اللي بتتعلق باستقبال البعثه، وكمان الاجراءات الطبيه والاحترازيه بخصوص فيروس كورونا، وخصوصا ان احنا يعني بنسمع هنا ان هناك في تنزانيا ما فيش اهتمام قوي وما فيش اعتراف بتفشي الفيروس نفسه يا فندم. تمام. الحقيقه برضو من ضمن الاجراءات اللي احنا بنتواصل بيها مع الجانب التنزاني هو توفير الحمايه. الحقيقه يعني بشكل عام تنزانيا دوله امنه تماما، يعني الامن فيها مستقر بشكل كبير، ورغم ذلك في تواجد امني مرافق للبعثه وخاصه في موضوع المرور. طبعا في يعني في على مرافقه امنيه في تحركات الفريق، وفي تنسيق كامل في هذه المساله، فالامور يعني بتسير بشكل طيب للغايه. فيما يتعلق بموضوع كورونا، هو في كل يعني في كل الظروف وايا كانت الدوله اللي بيسافر ليها النادي الاهلي او اي فريق مصري، يعني احنا في ظروف جائحه عالميه، وبالتالي في اجراءات يعني شديده الصرامه فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه يعني المعتمده من منظمه الصحه العالميه، ايا كان المكان اللي حضرتك متواجد فيه وايا كانت درجه انتشار الوباء. وبالتالي يعني سواء فيما يتعلق امبارح كان النادي الاهلي حتى فيه طاقم قام بتعقيم الغرف بالكامل. كويس. كل اماكن تواجد الوفد بما فيها المطاعم او غيره، كل الاماكن تم تعقيمها بشكل كامل. حتى النهارده لاحظت كمان ان طبيب الفريق كان في طاقم برضو قام بتعقيم الملعب، يعني الملعب نفسه حضرتك لو شفت بعض الصور المتناقله انه تم تعقيم الملعب، كل ما يتم التعامل معاه من قبل النادي. طبعا جميع اللاعبين ملتزمين في خلال التحركات داخل الفندق وخارجه بارتداء يعني القمامات الطبيه. اكيد. كل الاجراءات الاحترازيه بيتم اتخاذها بشكل يعني منضبط جدا وصارم. تحركات داخل الفندق فقط، يعني رئيس البعثه والمدير الاداري وكل الطاقم دور اهتمام كبير جدا بهذه المساله، وهذا امر الحقيقه ينبغي ان يكون في اي مكان بيسافر اليه الفريق، وده يعني اعتقد انه بيطبق كل تفريغات الفريق. طيب ده امر مهم وجيد جدا، لكن بالتحديد عايز اتكلم عن موعد المباراه يا فندم، وهي خلاص المباراه بتوقيت القاهره الساعه 3 العصر، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. اسباب اللغط ده كانت ايه؟ يعني ان امبارح سمعنا اخبار الماتش الساعه 6 لا الساعه 9 وبعد كده رجع الساعه 3، ايه اسباب اللغط ده يا فندم؟ الحقيقه يا فندم انا من ساعه ما تواصل معايا النادي الاهلي والموعد هو ثابت، هو الساعه 4 بتوقيت دار السلام، الخامسه بتوقيت القاهره. تمام. يعني ما عنديش اي رب، ما عنديش اي خلط في هذا الموضوع يعني. طيب بخصوص حضور الجماهير، وعرفنا ان هيكون في حوالي 30,000 مشجع في هذه المباراه من خلال المدرجات، عايز اتكلم بالتحديد عن الجاليه المصريه اللي موجوده هناك في تنزانيا، والعدد اللي ممكن يحضر من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه ممكن يبقى كام؟
للامانه يا فندم العدد الجاليه المصريه اللي موجود في تنزانيا هو في حدود 350 مواطن، طبعا مش كلهم موجودين في تمام، ولكن طبعا هو في اهتمام كبير، ويعني في بعض الابناء الجاليه بيتواصلوا زي ما قلت مره ثانيه، هو مش بس جماهير النادي الاهلي يعني غير المصري طبعا طبعا، يعني الاهلي هنا بيمثل مصر أكيد. يعني هو مش يعني ممكن تلاقي يعني مشجع لفريق اخر، ولكن هو جاي بيشجع يعني بنتكلم على طرح رياضي مصري كبير، فيعني فانا اعتقد ان شاء الله هيبقى فيه تواجد بالنسبه ان شاء الله ممكن يكون ما بين 50 الى 70 يعني يعني مواطن مصري موجود، وقد يكون اكثر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا، كان معانا على الهاتف من هناك وطمنا بشكل كبير جدا على بعثة الفريق قبل مباراة يوم الثلاثاء وعلى كل الإجراءات اللي بتتعلق باستقبال بعثة النادي الأهلي، وده أمر غاية في الأهمية ومجهود كبير جدا بيحصل في الحقيقة من السفارة المصرية هناك في تنزانيا، وده أمر يعني معتاد وعارفينه دايما. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندي تفاصيل اكتر بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي وبخصوص كمان مران اليوم الاول بالنسبه للاهلي هناك قبل المباراه وقبل التدريبات اللي هتكون على مدار بكره وبعد ان شاء الله. استنونا بعد الفاصل. طيب لسه متواصلين مع حضراتكم وبنتكلم بخصوص اصابات النادي الاهلي، وعايز اطمنكم على ايمن اشرف. ايمن اشرف جاهز بنسبه 100% للمشاركه في مباراه سيمبا باذن الله بعد ما كان غاب في مباراه المريخ بسبب اجهاد في العضله الخلفيه، لكن خلاص الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق طمنا بشكل كبير جدا على حاله ايمن اشرف وجاهزيه اللاعب لهذه المباراه، وكله هيبقى طبقا طبعا للرؤيه الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. انا عايز اطمن بشكل اكبر على الفرقه، فبالتالي خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي ومتواجد مع بعثه الفريق هناك في تنزانيا عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي بتتعلق بالفريق قبل هذه المباراه الهامه. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا شريف، عايزين نطمن من خلالك طبعا جمهور الاهلي كله سمعك دلوقتي، عايزين نعرف اخر اخبار الفريق وكواليس الاستعداد لمباراه سيمبا باذن الله. خليني الاول اقول لك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، البعثه بخير الحمد لله، البعثه النهارده اتمرنت اول تمرين ليها، الكل بخير طبعا، ورئيس البعثه الاستاذ الضماطي اللي ادى تعليمات صارمه وتعليمات قويه جدا، ما حدش يغادر الفندق خالص ولا البعثه حتى المرافقه للنادي الاهلي البعثه الاعلاميه او الاداريه او الطبيه خالص، يمكن مكان مغلق للنادي الاهلي ممنوع التحرك طبعا حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. الجو حر جدا، يمكن درجه الحراره توصل ل 33 و34 بالنهار، يمكن بالليل بتبقى 27 25 26، الرطوبه عاليه جدا جدا جدا، يمكن المقابله هنا فريق النادي الاهلي هي الرطوبه العاليه جدا ودرجه الحراره كبيره جدا. الاهلي النهارده اتمرن يمكن في عز الدور، يمكن الساعه 2 الدور، وفي فرق ساعه في التوقيت، يعني دلوقتي عندك مثلا الساعه 5 ونصف هنا 6 ونصف بتوقيت طبعا تنزانيا او العاصمه دار السلام. ابدا لك من الاول، التحرك كان في 5:30 مساء بتوقيت القاهره، الرحله خدت حوالي 5 ساعات وربع بالظبط على طائره خاصه طبعا تبع لشركه مصر للطيران، يمكن قوبل النادي الاهلي بترحيب شديد جدا، والمبهر والمفرح ان في الطائره الخاصه تلاقي لوجو النادي الاهلي على كل كرسي للاعبي النادي الاهلي او الجهاز الاداري او الطب طبعا او الفي اي بي، حاجه ما شاء الله حاجه كويسه جدا، يعني نهار النادي الاهلي قوبل امبارح بترحاب شديد جدا من كل العاملين في مطار القاهره الدولي، مرورا بقى باستقلال الطائره الخاصه ووصولا الى دار السلام. ممكن فور وصول النادي الاهلي
كان في بعثة إعلامية كبيرة جدا من تنزانيا بتستقبل فريق النادي الأهلي، يمكن بعض الجالية المصرية القليلة جدا 3-4 أشخاص بس كان في استقبال النادي الأهلي، جينا في وقت متأخر في مساء أمس. يمكن فريق سيمبا التنزاني كان مجهز حوالي 4 حافلات، حافلة كبيرة وثلاث حافلات أخرى صغيرة لفريق النادي الأهلي. توجهنا مباشرة على فندق الإقامة من مطار الى فندق الاقامه، يمكن لاعبي النادي الاهلي على طول على العشاء ومن بعدها على غرف النوم. الجهاز الاداري مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز والكابتن احمد فوزي، جهاز اداري على اعلى مستوى. كان تم تسكين طبعا لاعبي النادي الاهلي على طول. السفارة المصرية حدث ولا حرج، استقبال من معالي السفير طبعا محمد ابو الوفا و موظفي السفارة كانوا امبارح يمكن بيعاونوا النادي الأهلي من أول المطار إلى الفندق. امبارح السفير موجود مع بعثة النادي الموجود، القنصل نفس الكلام، السكرتير الثاني محمود خليفة اللي موجود مع النادي الأهلي من الصبح إلى الآن داخل مقر إقامة النادي الأهلي لتذليل أي عقبة تخص النادي الأهلي، أي حاجة النادي الأهلي بيطلبها على طول الأستاذ محمود خليفة كان بيلبي النداء على طول وبيقوم بحضرة طبعا لبعثة النادي الأهلي. النادي الأهلي معاه شيف، هو طبعا الشيف محمد الدالي، وطبعا أمير انت عندك خبرات كتيرة جدا في السفر مع النادي الأهلي. الشيف الدالي الصبح ابتدى العمل بفطار بوجبة الغذاء، يمكن العشاء يكون بعد قليل في الثامنة طبعا بتوقيت تنزانيا. يمكن البعثة بتلاقي ترحاب شديد جدا هنا من الشعب التنزاني، شعب ودود، شعب جميل، ولكن السوشيال ميديا التنزانية يمكن هي اللي مولعة الدنيا شوية بلغة السوشيال ميديا. يمكن المتحدث الرسمي الفريق سيمبا التنزاني بيحرض الناس ولازم ونحضر ونفوز على النادي الاهلي، يمكن شغل يعني في جدا في الاطار الطبيعي والتحفيز للجمهور قبل المباراه يعني. طبعا ده وصف في كلمه من كلماته كانها حرب، ويمكن ولكن انا سالت السفير عن الحضور الجماهيري اللي بنقراه 30,000 و20,000، قال ما فيش الكلام ده كله خالص، هيبان كل ده في الاجتماع الفني قبل ليله المباراه. هيكون في اجتماع فني من مسؤولي الاتحاد الافريقي ومراقب المباراه، هنشوف بقى هنا الاتحاد الافريقي هيقرر حضور كام متفرج لحضور هذه المباراه. الصبح كان في مسحه طبيه في العاشره صباحا، الساعه 11 كان وجبة الفطار، الساعة 2 بتوقيت تنزانيا الواحدة بتوقيت القاهرة كان تمرين النادي الأهلي، يمكن استمر حوالي ساعة ونص. زي ما قلت أيمن أشرف سليم، أيمن أشرف كويس. شارك في كل المران وأصبح جاهز بنسبة مليون في المية لمباراة سيمبا اللي هتكون يوم الثلاث بإذن الله الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. معك زميل أمير عايز عايز أسألك على ملعب التدريب، هل هو ملعب جيد بالنسبة للأهلي؟ أنا شايف الصور يعني أو اللقطات اللي معانا ملعب مش بالشكل الانسب يعني لاستضافه تدريبات النادي الاهلي، ازاي بيتم التعامل مع الجزئيه دي؟ انت نفسك شايف الملعب اخباره ايه؟ انت الاقرب وانت اللي شايف كل حاجه يا شريف، طمني. يمكن هي مدينه رياضيه صغيره الملعب او المدينه اسمها جيم خان، يمكن بتحتوي على ملعبين وكذا ملعب تنس، يمكن هي دي المتاحه في دار السلام. وبالمناسبه سيمبا بيتمرن على هذا الملعب، ملعب يعني رضيء، مش ملعب خالص يعني، مش ملعب كويس خالص، ولكن كعادة لاعبي النادي الأهلي الأجواء الأفريقية وتعود على الأجواء الأفريقية تمرينه والأروع ولا أجمل. الأهلي متعود والأهلي عمل تمرينه، ويمكن نتيجة طبعا النهاردة في إصابة بسيطة لمروان محسن في التمرين، ولكن برضو للأمانة الدكتور أحمد أبو عبلة قال لي من عنده خبطة من تمرين الأمس في القاهرة، ولكن النهاردة برضو كان في خبطة تانية في التمرين، فهنريحه وبإذن لا بكره نعمل له تيست قبل بدايه المران. ولكن النهارده مستر بيتسو موسيماني طبعا سال الدكتور احمد ابو عبله، انا سامعه بيقول له مروان طمنا على مروان، فقال له لا مروان باذن الله بكره نعمل له تيست وباذن الله يكون جاهز للمباراه. الكل مستعد كويس جدا لمباراه سيمبا، الكل متفائل، وخليني اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي يمكن في الطياره مرورا بقى وانا شايف نظراتي مع لاعبي النادي الاهلي، الكل الايباد والتابلت والحاجات اللي تخص الأجهزة الحديثة ومشاهدة فريق سيمبا التنزاني في ملخص أعد محلل أداء النادي الأهلي أو مشاهدة المباراة الأخيرة في لمباراة طبعا سيمبا اللي فازوا فيها على فيتا كلوب الكونغولي. يمكن لاعبي النادي الأهلي بتشاهد المباراة بالأمر،
طبقا لتعليمات بيتسو وسيماني اللي بيناقشوا في المحاضرات الفنيه والنظريه عن خلال الفتره اللي فاتت يا شريف، عشان تبقى عارف كل كبيره وصغيره بخصوص الفريق اللي هتواجهه خلال المباراه المقبله، ودي حاجه جيده في الحقيقه. شريف انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على المجهود الكبير والعظيم اللي انت بتقوم بيه وعلى تغطيتك المميزه لرحله النادي الاهلي في تنزانيا، وباذن الله ترجعوا لنا بالف سلامه بثلاث نقاط في مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. كان معانا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي مع بعثه الفريق في تنزانيا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات حلقه الترند. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اتكلم معاكم بخصوص طبعا خبر مهم جدا ومتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي يعني هدد فريق الوداد بهزيمته بنتيجه اعتباريه امام كايزر تشيفز. احنا عارفين طبعا كلنا الازمه اللي موجوده حاليا بخصوص مباراه الوداد وكايزر تشيفز في احدى المجموعات الخاصه واللي بتتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا. دوله المغرب مش عايزه تستضيف اي حد جاي من جنوب افريقيا بسبب السلاله الجديده من فيروس كورونا اللي ظهرت هناك في جنوب افريقيا، فبالتالي في مشكله في الموضوع ده، فتم تاجيل المباراه. تم تحديد الاول ميعاد ان هي تتلعب في مصر وبعد كده تم تاجيلها. فمسؤولي الاتحاد الجنوب افريقي لكره القدم ومسؤولي كايزر تشيفز واورلاندو وسان داونز اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه المختلفه قدموا شكوى للاتحاد الافريقي، وبيتهموا الاتحاد الافريقي بان هو بيجامل الكره المغربيه وانديه المغرب. فبعديها بناء عليه النهارده تم صدور هذا القرار اللي قدام حضراتكم من الاتحاد الافريقي لكره القدم، واللي بيحذر فيه وبيهدد فريق الوداد ان هو خلال 24 ساعه عنده لحد بكره يقول ميعاد او يقول مكان المباراه هيكون فين. لو ما قالش لغايه بكره يبقى هو خلاص كده خسران المباراه دي بنتيجه اعتباريه 2-0. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الحقيقه. وكان لازم يتاخد القرار ده بالمناسبه، لان التاجيلات مش هتكون في صالح البطوله اطلاقا وهتهدد استكمال هذه البطوله. وفي كل الاحوال نتمنى للجهاز القرارات المناسبه بخصوص بطوله دوري ابطال افريقيا. ده الجديد بخصوص هذا الملف. هنترقب ونشوف الوداد هيقرروا ايه وهيكون ملعب المباراه فين، وهيراسلوا اكيد الاتحاد الافريقي عشان يبلغوهم بالميعاد الاخير. عايزين فاصل؟ فاصل فاصل ونرجع نكمل، يلا بينا. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه اليوم، وهو بخصوص ايه الهدف الاغلى في تاريخ عماد متعب من وجهه نظر حضراتكم، بالتحديد في الاهداف اللي جابها بلس 90. نبتدي بخالد عبد الناصر واللي قال هدف الجزائر، وطبعا كان هدف مهم جدا الهدف الثاني في هذه المباراه، لكن للاسف لما رحنا لعبنا الجزائر في السودان خسرنا وما تاهلناش لكاس العالم، لكن كان هدف جميل طبعا. سيد احمد قال الهدف التاريخي في الكونفدراليه، طبعا في نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه، هدف في سيوا سبورت في الدقيقه الثانيه تقريبا من الوقت الضايع، وجابت البطوله او هدف جاب البطوله للنادي الاهلي، واول مره البطوله دي كانت تدخل الكره المصريه. احمد قال ايه؟ قال الكونفدراليه اهمهم اكيد، بس اغلب اهدافه مهمه وتفرق وكانت قاضيه. ماشي. كريم عبد اللطيف قال نهائي الكونفدراليه، في اجماع في الحقيقه على الجزئيه دي تحديدا. ابو عادل كمان قال الكونفدراليه طبعا امام متعب، متعب الحر متعب الحراس. وحمزه ابراهيم نهائي الكونفدراليه واجمل هدف في الدقيقه 90 امام الانتاج الحربي، كان جون جميل طبعا برضو. طيب دي كانت تفاعل، او دول كانوا تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.